أنا شفت لي مقطع البنت سورية عمرها 10 سنين، سألها المذيع وقال كم عمرك؟ قالت 10 سنين. قال وش أمنيتك؟ أنت اليوم لا تمنيت لك شيء؟ وجبة ما يمر اليوم الثاني لو أنت مشتريها. البنت هذه عمرها 10 سنين، نشدها قال وش أمنيتك مع السنة الجديدة؟ قالت خيمة. وأنت الحين مع قصر بيت، ممكن غرفتك صغيرة تضجر، وهي بنت عمرها 10 سنين تتمنى خيمة. فأنا كتبت فيها 3 أبيات واستشعرت النعمة اللي أنا فيها صدق. قلت في تلفات شعرت بشيء مدري هو حزن، مدري فرح، مدري ظليمة، ويوم بحتي بمنيتش فضاق صدري. ما توقعت انك تقولين خير، جعل من كان السبب في وضع مزري وجعل يغني حال. إن شاء الله يأتي.